وتوبة ما قدرت تكمل فعاليات مهرجان دبي عشان تحضر هالحدث، وتفاصيله في التراكينج ستوري نمبر 2. توبة بيكستن وتكرمت على مساهمتها في نجاح الدراما التركية في العالم العربي. adını bildiğimiz bilmediğimiz burada bugün olmamızı sağlayan, bugün burada nefes almamızı sağlayan bütün mucize yaratanlara çok teşekkür ederim. وهي ما كانت الوحيدة اللي حصلت عليها، فأيضا إنجين أكيريك اللي قدم معها ثنائي قوي في مسلسل العشق الأسود خذ نفس الجائزة. سينيورينا teşekkür ederim, çok naziksiniz. Umarım bundan sonra hep beraber bu yolculuğu devam ettiririz. Teşekkür ederim.